طيب بنكمل معاك من جريدة الوطن وصفحة 1، الإسكان برامج متعددة لمواجهة الطلب على السكن بالريف والحضر. الحقيقة برضو ملف مهم جدا. الجزار تنفيذ 66 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي و23 مشروع للطرق بالمحافظات. إجراءات مهمة جدا بتتخذها الدولة في ملف الإسكان على وجه الشباب، الخصوص كمان ملف إسكان الشباب. في طلب متزايد بالتأكيد مع الزيادة السكانية، لكن احنا بنتكلم في هذه الخطوات علشان الحد من الآثار السلبية طبعا للنمو العمراني اللي هو غير مخطط علشان نقضي على العشوائيات، لأن طبعا احنا قضينا بالفعل على العشوائيات الخطرة، فعلشان ما ترجعش تاني مرة تانية العشوائيات لازم كان يبقى في مواجهة لهذا الموضوع وللإقبال من الشباب. خلينا نتكلم على سبيل المثال 42472 وحدة، ده من خلال بس المبادرة الرئاسية سكن لكل مصريين. بنتكلم على وحدات سكنية بتناسب كل الدخول وخاصة الشباب وأصحاب الدخول الضعيفة. ده حقيقي. خلينا لو اتكلمنا على وزارة الإسكان الفترة اللي فاتت، الوزارة كانت حريصة جدا إن هي تنفذ كل التكليفات والمبادرات الرئاسية اللي تم الإعلان عنها خلال الفترة اللي فاتت في مشاريع الإسكان، سواء الإسكان الاجتماعي أو الإسكان محدودي الدخل والشباب، وده اللي بيتم التركيز عليه جدا خلال الفترة اللي جاية. الرقم اللي حضرتك قلتيه 42 ألف وحدة سكنية، دول خاصين لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأعتقد إن أي حد هيبقى بيدور على سكن كريم هيلاقي فرصة ليه في عدد الوحدات دي. عدد الوحدات اللي تم توفيرها خلال الفترة اللي فاتت كان بنسبة كبيرة جدا بيخص الشباب ومحدودي الدخل، وده اللي كانت مبادرة سكن لكل المصريين بتأكد عليه طول الوقت، إن إحنا إزاي ننقل المصريين من مناطق أو حياة غير آدمية لمناطق ووحدات يقدروا يعيشوا فيها كأسر في حياة كريمة. الإسكان خلال الفترة اللي فاتت كمان أعلنت إنه جاري تنفيذ 318 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة. الوحدات السكنية دي هتكون خاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل، هيتم الإعلان عنها وطرحها بشكل دوري للمواطنين، وهيتم تسليمها بشكل سريع جدا قبل منتصف العام الجاري إن شاء الله. الإسكان كمان أكدت إن في توفير سكن منخفض كريم لكل الشباب. لو إحنا دلوقتي بنتكلم إن إزاي نوفر سكن مناسب يتلائم مع مرتب او الدخل الشهري للشباب، يقدر الشاب ان هو يحصل على الشقه من خلال سكن لكل المصريين.